أحب أنا متابعي عين على المشرق، برنامجكم الذي يطل عليكم ومعه نطل نحن مساء كل أربعاء. أسعدتم مساء، مساء التعافي والخير والصحة والهناء، مساء البركة. سنتان عشناهما تحت وطأة كورونا، تغلبت علينا وتقلبت فيها أشكال الفيروس وتعددت أوجه الأوجاع التي سببها، وصار عام 2020 تاريخا سجلته الإنسانية على صفحات المآسي والكوارث. إنها جائحة الألفية الثالثة، بدأت في الصين وانتهت في كل أصقاع الدنيا. تحدث الكتاب المقدس أيها الأحباء عن زلازل وحروب وأوبئة، وكلها كوارث، لكن الكتاب المقدس تحدث أيضا عن إيمان الطائعين الذين يحبون الله. في الجائحة كما رأيتم أغلقت كنائس ومعابد ومساجد وصمتت منابر، ونحن تباعدنا وواجهنا الحظر والصمت والتبعثر، وكنا نرقب مع حلول كل مساء الأرقام، العدد، النسبة. واليوم بعد سنتين نتحدث في مطلع فصل الربيع، نتحدث عن ربيع نرجو ونأمل من الله تعالى أن يكون موسم ربيع للتعافي. تأثر المجتمع والمجتمعات جميعها، تأثرت اجتماعيا، اقتصاديا، أمنيا، سياسيا، صحيا، وتأثرت أيضا أحوالنا وعلاقاتنا واقترابنا من بعضنا ومن مناسبات الفرح ومن مناسبات وداع من نفقدهم. لكننا عندما نتحدث عن التعافي نتحدث عن المجتمع كاملا. إنه التعافي المرجو في المجتمع بعد هاتين السنتين. وخير من نستضيف في هذه الأمسية العمانية الباردة الدافئة بعمانيتها وبأردنيتها وعروبتها وانتمائها، والتي نأمل أن يكون دفئها مصحوبا بالتعافي. خير من نستضيف صديق ورفيق وعالم، أستاذ، إنه عطوفة الأستاذ الدكتور موسى شتيوي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني. مساء الخير يا سيدي. مساء الورد لك ولجميع المستمعين والمستمعات الكرام. شرفتنا. الشرف لي سيدي. أنت تأتينا في هذا المساء الصيامي. نعم. نعم. تأتينا ونحن فرحون بك، وبدنا نشكرك على أنك لبيت الدعوة في وقت قصير رغم البرنامج. بدي أبدأ من موسم التعافي وموسم الفرح. الآن هناك في أفراح كثيرة، أنت تأتينا من تحمل معك الأردن وفي قلبك الأردن، ولكن تحمل أيضا الفحيص. نبدأ من عند الفحيص، شو أخبار أفراح الانتخابات؟ الفحيص طبعا كما تعلم هي بلدة بسميها أنا تحمل روح القرية
والمجتمع طيبة القرية وطيبة القرية. نعم. وأيضا نمط حياة المدينة، وهذا نعم. حقيقة شيء نادر يعني ما نجده في صحيح. مدننا وقرانا. ف يعني دائما الأجواء يعني حميمية، أجواء لطيفة، الناس بتعرف بعضها، يعني الحياة اليومية بالفحص يعني فيها رحابة. نعم. وفيها متعة أيضا، يعني لما تشوف الناس الأصدقاء، في ناس كثير ما بتشوفهم بحياتك اليومية كل يوم، بتشوفهم لما تذهب على السوق مثلا، على الكنيسة. نعم. على المناسبات. نعم. العامة يعني. ففي هذا التواصل الإنساني لو أنه متقطع لكنه حقيقة يعني يبقى يغذي يعني روح. نعم. الإنسان وحياته. طبعا إحنا بالأمس بالأردن والفحيص ليست استثناء، كان في عنا انتخابات الإدارة المحلية البلديات. نعم. وكان يوم ليس سهلا يعني، كان صحيح. يوم كما تعلم بتنافس يعني شديد، لكن حقيقة أنه كان مر بيسر وبدون الحمد لله أي مشاكل طبعا كالعادة. ويعني تم انتخاب مجموعة من الشباب الجدد، كل الطاقم تقريبا الذين تم انتخابهم، الرئيس والأعضاء من المرشحين الجدد، يعني لم يسبق لهم أن خدموا في البلدية، وهذا مؤشر على أنه الناس ترغب في التجديد يعني. نعم. فليس عقابا، كل الذين رسبوا من الأعضاء كانوا خدموا في السابق. نعم. والرؤساء اللي يعني المنافسين الذين لم ينجحوا أيضا كانوا خدموا في السابق. نعم. فتم اختيار مجموعة، واليوم أجواء الاحتفالات اليوم. نعم. أنا هذا الجانب اللي بدي تأخذنا عليه أنا. نعم. والمشاهدين. نعم. يعني الفحيص اليوم متعافية كما هي الأردن متعافين. نعم. في مجتمعنا من كيف شايف يعني الانتقال إلى التعافي؟ يعني إذا بدك شوف مثلا يعني الفحيص كحالي من يعني من. نعم. الأردن ما بتشعر أنه في وباء اليوم، يعني خاصة مع يعني وقت الانتخابات و. نعم. الكمامات سقطت، التجمعات موجودة، الاحتفالات اليوم يعني الكل بيهني بعض اليوم الفائزين، يعني في شعور عند يعني وأنه لو إن كان صحيا يعني لم نتخلص من الوباء بالمطلق، لكن هناك شعور عند الناس بأنه إحنا يعني الآن نتكلم أو نعيش نمط ما بعد كورونا. نعم. يعني وكأنه إحنا انتقلنا يعني خلص يعني. نعم. عندنا الحياة يعني طبيعيتها شوي، سلاستها، قيودها الخفيفة المخففة الآن، لم يعد يعني هناك قيود كثيرة على الناس. ففي انطباع وفي شعور أنه يعني الحياة تعود إلى طبيعتها. أنت بتحس أنه الانتخابات كانت أحدى تجليات التعافي بالأردن؟ ما في شك يعني. إذا بدك يعني مثلا نقارن انتخابات الأمس بانتخابات البرلمان من 20 نيابية. نعم. نيابية. نعم. يعني كان إجراءات صحية مشددة. نعم. يعني من قبل الهيئة المستقلة ومن قبل الناس والكمامات والتباعد والآخر، لكن بالأمس يعني بكل مناطق الأردن يعني هذا مش موجود، وبالتالي يعني قد يكون يعني هذا بداية خلينا نقول قفزة أو للعودة للحياة الطبيعية والتعافي يعني المجتمع بهذا الموضوع. دكتور موسى، أنا يعني أفرح عندما أستمع إلى متخصص وعالم أستاذ. بدي أنتقل من الفحيص، من هذا الجو اللي ما بنحب نتركه، إلى آثار التي تدفع بالناس إلى الفرح من الخروج من تحت وطأة الجائحة. نعم. إلى هذا التحول إلى مرحلة التعافي، ماذا تقرأ في المزاج العام؟ يعني طبعا كما أشرت أبونا في مقدمتك، جائحة كورونا كانت ظرف استثنائي. نعم. وجديد عن المجتمع البشري. نعم. وعلينا احنا بالأردن لم نخبر يعني هكذا أزمة في حياتنا، وبالتالي القيود التي فرضت على الناس يعني كان لها أثار متعددة وأثار طبعا سلبية يعني على المستوى الاجتماعي، صار في انقطاع في العلاقات التواصل، على المستوى النفسي يعني صار في ضغوطات كثير على الناس، على المستوى الاقتصادي ايضا في سبل يعني ارزاق تقطعت، يعني الناس صار في عندها ضغوطات على هذا الموضوع، والناس شعرت لاول مره انه يعني في كان حاله كبيره من القلق. نعم. يعني القلق على 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 الحياه الشخصيه. نعم. وعلى الاخرين اللي بتحبهم. نعم. واللي حواليك والاصدقاء والاهل والى اخره، فكان في حاله يعني فعلا
كانت مربكة للناس وأثرت على الجميع وأدت إلى يعني ظهور بعض السلوكيات اللي تتماشى مع هذا الموضوع، بمعنى أنه الناس يعني بدأت يعني تحصر علاقاتها الاجتماعية بالتواصل، تنقطع عن المناسبات العامة. طبعا كان في بدائل دائما اليوم السوشيال ميديا والتلفونات وإلى آخره، لكن بالمجمل يعني فترة زمنية ليست بسيطة، الناس تقريبا محصورة في بيوتها منقطعة عن بعضها البعض وقلقة من التواصل. يعني هذا أهم شيء، إنه يعني إذا بدك تقول السنتين الماضيات يعني أنت ما بتعرف كيف بدك تتعامل مع الناس، يعني بدك تزور ناس تعرف ما بتعرف مثلا بيحبذوا ما بيحبذوا، أنت هل تغامر لا تغامر من ناحية صحية. نعم. بالتالي يعني الوضع كان أربك الحياة الاجتماعية بدون بدون أدنى شك. طبعا خليني أقول كمان إنه بمجتمعاتنا العربية الحياة الاجتماعية مكتظة ومبنية على التواصل الشخصي. نعم. والواجبات الاجتماعية. نعم. يعني لكن إجت الكورونا يعني إلى حد ما وقد تكون يعني لعبت دور إيجابي في التخلص من بعض يعني العادات المثقلة يعني على الناس. نعم. يعني بالعزاء مثلا الآن الناس بتتواصل على التلفون على الواتساب إلى آخره، بتعزي بعضها بالطلب، صار في تقبل لهذا الموضوع. نعم. بالأفراح صار في اختصار بالأفراح. نعم. يعني على سبيل المثال يعني هي فعلا الصدمة الأولى عند الناس إنه يعني احنا بطلنا قادرين نعمل اللي بنعمله طول عمرنا. نعم. التواصل، لكن في جانب كان مريح يعني، وهذا قد يكون يعني هذه الأزمة قد تكون يعني أحدثت ثغرة أو نوع من يعني المسار للتغير الاجتماعي باتجاه يعني التقنين خلينا نقول. نعم. أوقاتنا وعلاقاتنا. نعم. الاجتماعية مع مظاهر مع المحافظة طبعا على التواصل والود والمحبة يعني كل هذه الأمور. يعني تأكيد كلام عطوفتك أكرم أباك وأمك. نعم. التراحم. صح. أصبح أكبر رحمة للوالدين الجدين أنك تبعد عنهم حتى ما جيب يعني المفاهيم تغيرت. مفاهيم حتى المحبة والرعاية. نعم. تغيرت يعني. صح أكيد أنه أنت ما طب كيف ما بدأت يعني حتى في البيت يعني لما بتدخل على البيت أنت طبعا يعني غير الناس اللي صار عندهم اصابات والى اخره، بس انه بدكش مثلا تكون حميم كثير مع اولادك ومع كذا خوفا من يكون انت ناقل مرض او شيء. نعم. من هذا القبيل. نعم. يعني ما في كعالم شيء. اجتماع. نعم. انت ترى هذا يعني اين الايجابيه هنا؟ انا بعتقد الايجابيه الوحيده انه يعني الفيروس سلبي ومرض. لا ما في شيء، وكان في اثار سلبيه كثير. نعم. يعني للعلم. نعم. يعني حتى. نعم. في ضغوطات نفسية، صار في عندنا ازداد العنف داخل الأسر. نعم. يعني ما في شك لأنه لما نتكلم إحنا خاصة يعني نتكلم عن الفترة اللي كان فيها حظر. نعم. يعني كثير من الأسر يعني في الأردن وفي العالم العربي وفي العالم اللي تعيش في يعني بيئة محصورة جدا يعني. نعم. شقة أو شيء من هذا القبيل، ويعني التواصل يعني وجود المكثف والمستمر داخل الأسرة يعني بولد مشاكل ما في شك. بس أنا بعتقد إنه إذا في إيجابية لهذا يعني أولا يعني في مجموعة من الإيجابيات خلينا نقول. نعم. الإيجابية الأولى يعني كان تمرين حي في التعامل مع الأزمات، تمرين. نعم. حي. نعم. ما في شك إنه إحنا ما كان عندنا يعني خبرة دربة. تمام. فصار فيها يعني تعود على كيفية التعامل التكيف وأيضا تجاوز يعني. نعم. هذه الأزمات، وهذا بدي أقول إنه كمان يعني كشف قديش المجتمع متراحم والمجتمع يعني يستطيع انه يساعد بعضه بهالموضوع. فهذه قضيه انا بعتقد انها يعني كانت مهمه على المستوى العام، حتى على المستوى الفردي يعني التكيف، لانه الازمه ولدت ازمات اقتصاديه. نعم. ازمات كما اشرت يعني يعني حتى على المستوى الشخصي، لكن يعني صار في يعني ناس بشكل او باخر قدرت انه تكيف مع الموضوع. المسألة الثانية خلتنا نقعد احنا نفكر. نعم. يعني ابدا يعني استخدم هذا المصطلح. نعم. تست باك انه احنا بهالازمة كنا ماشيين قبل هيك وحياتنا واندفاع وديناميكية، نفكر بالاشياء المهمة والاشياء الاقل اهمية في حياتنا. نعم. وممكن ناس كثير استكشفوا يعني ترتيب اولويات. ترتيب اولويات يعني بهذا الموضوع. نعم. وثالثا يعني كما ذكرت انه بعتقد انه فسحت المجال لتغير اجتماعي في الممارسات في العلاقات
بالاتجاه الايجابي يعني بالمجمل طبعا. وان كان احنا لسه بنتغنى وبنحب النمط القديم يعني من العلاقات، لكن في مرحله معينه اصبح مثقل. يعني ان تحافظ على نمط حياه معيشيه كانت موجوده في القريه، نعم، وانت تعيش في المدينه، هذا مثقل في زمن التكنولوجيا. يعني الناس تعمل طيله النهار، مسافات بعيده، يعني الى اخره. فانا بعتقد هذه اجت يعني الازمه وشوي يعني حررت الناس من هذه القيود، وبالرضا الكل مبسوط. يعني العتب خف على الناس، يعني اللي عنده لا سمح الله يعني مثلا وفى حاله وفاه، او عنده حاله فرح او شيء من هذا القبيل، كمان هو شعر بالراحه من انه لانه كان الناس يعني بالعاده انه بدك تضطر انت تدعو ناس كثير اجتماعيا على سبيل المثال على العرس او شيء من هذا القبيل. ناس بزعل، ناس بزعلش، مكلف لهي المناسبات، مكلفه يعني مناسبات العزاء في بلادنا ومناسبات الافراح مكلفه جدا لانه في تكلفه. فهذه كمان يعني بعتقد انه صار يعني ازيل الحرج، خلينا نسمي اذا اذا جاز التعبير عن يعني عن الناس. واجت فرصه انه يعني صاحب المعني ومبسوط انه ما في عدد كبير، واللي يعني بده يضطر يعني يتواصل ويجامل والى اخره، يعني كمان هو شعر انه صار في فرصه انه يعتذر. و يعني انا بال2020 كنت انا مرشح للانتخابات البرلمانيه كما تعلم، نعم، وكان في ازمه كورونا. يعني بدي احكي لك كيف مثلا كانت طبعا بتحد من تواصلك مع الناس، لكن بالمقابل انا يعني لجأت للاسلوب التواصل الاجتماعي، التلفون مثلا، نعم، تلفونات. هلا اذا في ناس يعني عنده مساحه، عنده محب، ما عنده مانع ان كنا نلتقي معه، بس اغلب الشغل العمل يعني الدعايه عن بعد يعني كانت على التلفون بشكل او باخر. فيعني بدي اقول ان الناس تتكيف، تتقبل، يعني بينما مثلا بالسابق انت يعني اذا ما يعني طبيعه الانتخابات عندنا بالاردن على الاقل، يعني اذا المجتمع المحلي ما زرت ناس بيعتبوا عليك، بيزعلوا عليك، نعم. هلا صاروا يشكروك انك ما بتزورهم، لانه كمان شاعرين انه انت عم تحترم صحتهم وبدكش تخاطر او شيء من هالقبيل. يعني في كثير من دكتور، احنا سعدنا ونحن نراك يعني تنتقل الى منصب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاردن. قبلها كنت انت مديرا لمركز الدراسات الاستراتيجي، نعم. لو الان انت في زمن الكورونا، ابي في زمن التعافي، نعم، بدك تعمل استبيان، وين بتشوف اهم شيء يمكن ان تبحث عنه في هذا الاستبيان الان؟ يعني ما هي الحاجه الملحه عند رئيس المجلس الاقتصادي، نعم، والاجتماعي التي يمكن ان تستفيد؟ وطبعا انت يعني عملت كثير من الدراسات الاستبيان، إيه ما هي القضية الأهم في مركز الدراسات الاستراتيجية؟ كان يعني أولوياتنا واهتماماتنا في الجوانب السياسية الداخلية، ويعني تعرف مر مرحلة كمان التطرف والإرهاب كل هذه المسائل، فكن يعني الشغل يعني الجانب الأكبر من العمل كان ينصب على هذه. أما الآن أنا بعتقد، وأيضا بمناسبة الحديث عن التعافي والكورونا، نعم، يعني كثير يعني بيهمني وبحب إنه يعني نبحث في أثر أزمة كورونا على حياة الناس، نعم، على علاقاتهم الاجتماعية كيف تغيرت. هلا نحكي على كثير من المسائل، نقف على سبل المعيشة تبعتهم الآن، لأنه إحنا يعني أزمة كورونا كان لها أبعاد اقتصادية خطيرة، نعم، كان يعني في كثير من الناس صرحوا من العمل، في ناس كثير ما عندهم عمل، في ناس ما عندهم دخل، يعني علما بأنه يعني الحكومة الأردنية عملت برامج يعني مهمة، أوامر الدفاع اللي كانت، نعم، تحمي الموظفين من التسريح من العمل، وأيضا اللي كانت تدعم الشركات يعني في من أجل الاستمرار في دفع رواتب وشيء من هذا القبيل. لكن حقيقة أنه تركت أثر اقتصادي كبير جدا. يعني كنا بنعرف الآن في زيادة في البطالة، في زيادة في الفقر، فبنحب نعرف يعني كيف هذا الجانب وكيف أثرت على العلاقات الاجتماعية سواء كان بين الناس أو داخل الأسر، يعني داخل الأفراد الأسرة الواحدة. وطبعا بالإضافة لذلك إحنا في هذه المرحلة دخل عندنا تكنولوجيا المعلومات أكثر، سواء كان بالتعليم أو بالتواصل أو غيره،
كمان بنحب نعرف كيف الآن يعني كمان شو أثر هذه يعني هذا التكنولوجيا الحديثة اللي استخدمت بشكل متسارع في الفترة الماضية على التعليم، بالتعليم على سبيل المثال، نعم، بالعلاقات الاجتماعية، علاقات داخل الأسرة، يعني هذه مسائل مهمة يعني ممكن. من متى أنت تبوعت هذا الموقع؟ داري تعيينك؟ صدرت الإرادة الملكية 9/2 2022 يعني بعد 40 مش هيك 40 يوم بعد 40 يعني الآن أنت عندك تصور رجل الاجتماع للوضع العام في 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 المجتمع الأردني. بالبداية إيش مهام المجلس الاقتصادي؟ تمام، شكرا أبو على السؤال. المهم المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو الفكرة تبعته ظهرت في أوروبا وموجود الآن في عدد من الدول العربية، في الأردن، في لبنان، في مصر، نعم، فلسطين، نعم، المغرب، الجزائر، نعم. الهدف منه أنه أن يكون ذراع استشاري للحكومة، يعني أي حكومة، نعم، يعني think tank، يعني ليس يعني think tank يعني أبعد شوي مفهوم think tank، لأنه يعني مش انه عم بيجيب خبراء انت وبده معلومات يعني استشارات الحكومه، لا. المجلس الشق الثاني من المجلس وهذا الاهم، نعم، انه هو يتكون من مجموعات المكونه للمجتمع. يعني عندك مثلا بكل المجتمعات عندك العمال، نقابات العمال العماليه، نعم، عندك القطاع الخاص من حيث التمثيل ولا من حيث الاودينس؟ يعني التمثيل في المجلس في يجب ان يتشكل من مجموعات، نعم، 5 مجموعات. المجموعه الاولى هي من العمال، نقابات، المجموعة الثانية القطاع الخاص، المجموعة، نعم، الثالثة من الحكومة، الرابعة من المجتمع المدني، وأدخلنا فئة جديدة سمينا الخامسة اللي هي الشباب والأكاديميين. يعني هذه يعني بكل الدول أنت شو عندك عمال، قطاع خاص، حكومة، يعني مجتمع، نعم، مدني. يعني هلأ الفكرة الأساسية أن الاستشارات التي تقدم للحكومة ليست رأي خبير، وإنما هي نتيجة الحوارات التي تتم حول قضية معينة. أي نعم. على سبيل المثال، نعم، يعني اليوم إجي أفترض أنه جانا قانون ممكن الحكومة تقول لنا يعني شو رأيكم بهذا القانون على سبيل المثال، بدنا جوابكم 20 30 يوم 40 يوم شهر إلى آخره، قانون بالاقتصاد بالاستثمار على سبيل المثال. يعني هذا يعني بندرس هذا القانون ويعقد جلسات حوارية حوله بين هاي الفئات كلها لمعرفة أبعاده، تمام، الاجتماعية والاقتصادية، تمام، يعني صاحب رأس المال له مصلحة، نعم، العامل أيضا يعني مرتبط بهذا الموضوع والحكومة، نعم، أيضا. بالتالي يعني الفكرة الأساسية أنه ما يخرج يعني ويصل إلى الحكومة، يعني هو يجب يفضل أن يكون نتيجة، يعني طبعا ما في توافق 100%، بس على الأقل أنت تأخذ وجهات النظر كلها يعني في عين الاعتبار، نعم، وترسل للحكومة. أو طبعا المجلس هو يستطيع أن يبادر بي يعني إذا شعر في شيء معين يلفت نظر الحكومة له، نعم. يعني على سبيل المثال يعني لما اندلعت الأزمة الروسية الأوكرانية، نعم، أنا عملت إن بالمجلس جلسة حوارية في خبراء القطاع العام القطاع الخاص موجودين، نعم، أردنا أن ندرس التداعيات الاقتصادية للأزمة على الأردن، أمن غذائي، أسعار، نفط، إلى آخره، كل هذه، نعم، الأمور. وخرجنا بمجموعة من التوصيات التي قدمت للحكومة نتيجة هذه الجلسة. مثلا هذا أعطيتك مثل بسيط، نعم، على طبيعة الشغل. هلأ احنا في المجلس في عندنا تقرير سنوي بنطلعه اسمه تقرير حالة البلاد، يعني هذا نأخذ فيه تقريبا حوالي 20 كل القطاعات الاقتصادية، القطاع العام، تطوير القطاع العام، التنمية السياسية، نعم، الطاقة، الكهرباء، نعم، يعني المياه، الزراعة، بتعرف، نعم، كل هذه، نعم، وبنعمل عليها دراسات وبنعمل عليها يعني نأخذ فيها رأي يعني الخبراء ثم الحكومة ثم الأطراف المعنية، وبنعمل عليها جلسات حوارية، وأيضا نخرج يعني في تقرير عام عن حالة البلاد اللي بغطي كل هذه الجوانب، ويخرج بتوصيات قابلة للتطبيق. هذه التوصيات عندكم هل هي تكون بين يدي الحكومة؟ يعني مش شرط انهم يقبلوا فيها، مش هيك؟
لا مش بضرورة، لكن الذي يحصل عادة طبعا الحكومة تأخذ كل ما يأتيها بجدية يعني، ولكن هي تدرسه، قد يكون في إمكانية لتطبيقه وقد لا يكون. يعني يعني مش بالضرورة أنه تستطيع الحكومة أنه، لأنه مرات أنت محدد أيضا ببجت بميزانية. نعم. فأكيد لكن تدرس على الأقل، تأخذ بجدية تدرس، وما يمكن أن يطبق منها ممكن أن يطبق يعني على سبيل المثال. الآن في بالوضع الاقتصادي صعب جدا. ماذا يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي؟ ماذا يرى وسيلة حتى يكون في تعافي؟ بده يكون في تخفيف من تمام. هذا يعني. هلا يعني أنا يعني مضطر أحكي يعني الآن على الورش الاقتصادية التي تجرى في الديوان لهذا الموضوع. نعم. يعني جلالة الملك كما تعلم، جلالة الملك بعد أن يعني تم إنجاز عملية التحديث السياسي، يعني كان هو أيضا يتكلم عن الانتقال نحو المستقبل من الناحية الاقتصادية. هو نعم. طبعا يؤرقه هو يعني ما يحدث، بخاصة البطالة والفقر نعم. المعاناة اللي عند الناس، لكن أيضا بنفس الوقت يعني كان في رؤية عن جلالة الملك أنه دخولنا في المئوية الثانية أننا ننهض بالاقتصاد الأردني إلى مرحلة متقدمة. نعم. ويعني الأسبوع الماضي السبت احنا يعني على مدى شهر يعني 4 أسابيع يعني كل يوم سبت كان في يعني حوالي 300 شخصية أردنية ممثلين من الحكومة والقطاع الخاص والخبراء يلتقوا في حوالي 14 قطاع يعني لجنة يعني قطاعية، زي ما كان الأمن الغذائي، الزراعة على سبيل المثال، التعليم والصحة. نعم. إلى آخره. وبيعملوا طبعا دراسات معمولة، لكن يتم تحديد التحديات ثم الأولويات وأيضا التوصيات للخروج. فإحنا بنأمل أنه يعني خلال شهر زمان أو شهرين نعم. يكون في خطة متكاملة من ناحية الاقتصادية يعني نعم. زي ما تفضل، بس لأنه هذه تمثل يعني خطة تعافي طويلة الأمد يعني، وخطة عابرة للحكومات، وسوف تتضمن إجراءات أكيد آنية ومباشرة يعني للتخفيف من حدة البطالة مثلا عاجزة. على سبيل المثال، أو الفقر أو شيء من هذا القبيل. نعم. يعني مثلا في برنامج يعني تقريبا من 70-80 مليون دينار الذي مبني على الشراكة مع القطاع الخاص، إن الحكومة تدفع نصف راتب يعني الشخص اللي ممكن يوظف في القطاع الخاص، والشركة تدفع النصف الآخر، يعني على شرط أن يكون في استدامة لعمله لفترة زمنية معينة، في تدريب بالإضافة إلى يعني تغطية جزء من تكاليف طبعا لإيجاد يعني فرص عمل للناس، وأيضا دعم القطاع الخاص، لأنه كمان القطاع الخاص عانى كثيرا نعم. في المرحلة الماضية. فهي من جانب هي حلقة وصل بين يعني الباحثين عن العمل والشركات، لكن بدعم من الحكومة، حتى أنه يعني مثلا هذا أحد البرامج يعني راح يكون يعني متأمل أن يكون في برامج يعني كثيرة من هذا النوع اللي تعالج مسائل أنية محددة في 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 عندنا بالأردن في المرحلة الأولى. طبعا أي خطة اقتصادية يعني تحتاج إلى فترة زمنية حتى تظهر آثار، تظهر آثارها على الاقتصاد وعلى المجتمع. ومن هنا جاءت فكرة إنه ما يسمى بالإنجليزي كويك فيكس، يعني الحاجة إحنا يعني إلى تدخلات سريعة اللي تخفف من أعباء الأزمة وتساعد الناس يعني بأن يتكيفوا وأن يعني يرتبطوا في سوق العمل أو شيء من هذا القبيل. عطوفتك بتشوف أنت هناك علاقة يعني في التخفيف من القيود بسبب كورونا؟ هل هناك علاقة في التخفيف من يعني العبء الاقتصادي على الأسرة على الفرد في مجتمعنا؟ هل هذا التخفيف يعني وتخفيف أوامر الدفاع نعم. هل هو كفيل بأن يخفف من الوضع؟ هلا يعني ما تم إلغاؤه من أو وقفه من أوامر الدفاع لها علاقة في الأبعاد يعني الحياتية الاجتماعية العملية نعم. يعني التباعد مثلا لازم تعرف في الأماكن العامة، ورده طبعا هذا بيعني إنه المطاعم ممكن تستوعب أكثر على سبيل المثال، الكنائس تستوعب أكثر، المساجد يعني نعم. إلى آخره. فيعني في أغلب ما ألغي يعني هو لتسهيل حياة الناس، مثلا قضية مسألة الفحوصات شهادات المطعوم كمان في تخفيف نعم. بالتشديد على هذا الموضوع. لكن حقيقة إنه أوامر الدفاع التي لم تلغى يعني هي الأوامر المهمة كثير من ناحية الاقتصادية، اللي هو أوامر الدفاع 6 و 28 و 35
هذول يعني مثلا امر دفاع 6 هو يمنع الشركات ان تنهي عمل الناس في الازمه، يعني انك تستمر في ممنوع تسرح العاملين في طالما امر الدفاع هو يعني نافذ. ونفس الشيء بالنسبه لبعض يعني الاوامر الدفاع الاخرى، يعني توفر مظله دعم للحكومه سواء اما من خلال قروض يعني كمان البنك المركزي، او مساعدات لاستدامه الشركات الصغيره والمتوسطه والكبيره. هلا يعني هذا مهم. هلا طبعا في نقاش واحنا ما راح نعمل عليه شيء هذا الموضوع، انه يعني كيف توازن، يعني من جانب انت بدك تحافظ على العمال ما يتسرحوا، لكن في بعض الشركات اذا بتضطر تستمر بالدفع وهي ما بتنتج ممكن انه تفلس. يعني بده يكون في نقاشات حول كيفيه الموازنه يعني بين احتياجات يعني اصحاب رؤوس الاموال والعمال ايضا اللي موجودين حتى ما يخسروا وظيفته. فاوامر الدفاع تدريجيا يعني بتخفف من القيود، بتسهل الحياه، بتسهل الحركه يعني. لكن يعني احنا على وشك نخرج من جائحه كورونا، اجتنا جائحه الازمه الاوكرانيه الروسيه. يعني هذا اليوم الاسعار كلنا بنعرف يعني الان بسبب ارتفاع اسعار الطاقه في العالم، ان اسعار النقل ترتفع للتجاره، سلاسل التوريد حتى التصنيع، الاشياء اللي بنستوردها من برا، المواد الغذائيه تماما. يعني يعني هذا يعني راح يكون في عندنا تضخم، يعني ارتفاع الاسعار يعني راح يكون مشكله. يعني فاحنا بالمرحله اللي كنا بدنا نخرج من كورونا يعني ونتعافى كمجتمع، ظهرت لنا مشكله الازمه الاوكرانيه. وكلنا نعرف انه في المنطقه العربيه مش فقط في الاردن على فكره، يعني الاردن يعني على الاقل من منظور القمح والشعير وهذه المواد عندنا المخزون يكفينا من 12 الى 15 شهر موجود اوريدي. ما عندنا مشكله، لكن كثير من الدول العربيه تستورد القمح والحنطه والشعير والزيوت النباتيه والاخرين من روسيا ومن اوكرانيا بشكل تعتمد بشكل كبير. جزء كبير منها زي مصر مثلا ما عندهم هلا الان منعوا التصدير يعني القمح من عندهم. ف يعني في تحديات في الامن الغذائي ما في شك انه ارتفاع الاسعار. وكلنا بنقول دائما انه هذه يعني سواء للاردن او للدول العربيه هذه فرصه ان ننظر الى الداخل وان نعتمد على انفسنا اكثر. يعني اذا بدنا نتكلم بهذه اللغه يعني نحن عندما نتحدث عن التعافي في الأردن وبعد كل هذه المحاولات التي قامت بها الحكومة والتي نراها الآن يعني قيد التنفيذ، آخرها أنه أرادوا أن يخففوا على القيود الحفلات والمطاعم والمساجد ايضا الصلاه. انت بتحس انه مجتمعنا الاردني يعني تاثرت يعني البنيه الاجتماعيه فيه اكثر في المدينه عنها في القريه؟ هل هي بالوسط في الشمال في الجنوب؟ وين تاثيرها هذا؟ يعني وين اكثر تاثير كان لها؟ بصراحة أنا بعتقد وأنا بحكي من جولات ميدانية يعني إنه فيما يتعلق بالقضايا التباعد الاجتماعي وهذه الأمور الكمامات يعني نلمس أثرها في المدينة أكثر، يعني مش حتى مش في كل مدن العاصمة. يعني أنا رحت على مدن ما بدي أذكر أسماء بنشاط أو شيء، كنت أدخل على منشأة كبيرة مؤسسة كبيرة يعني تجديد، ما في لا استخدام الكمام ولا حدا سألني عن الكمام ولا حدا سألني عن يعني أنا صحيح أعتقد إنه درجة الالتزام يعني نجدها بجزء أكثر في عمان. بعض المدن يعني بعض مناطق المدن لكن خارج عمان والأرياف والمدن البعيدة أنا بعتقد الالتزام يعني قليل جدا. دكتور أنا يعني أنا عندما أتحدث عن هذا التباعد الاجتماعي، احنا بنعرف انه العشائرية بنيتنا العشائرية هي بنية مهمة واحنا نحترمها، ومن ابرز ملامح العشائرية انه الاحتفالات والعلاقات الاجتماعية، الانتخابات مثال على هذا. بتشوف انه المودة بين الناس خفت مع يعني العاطفة الانسانية
لأنه إحنا تباعدنا. هل بتخف بسبب الكورونا؟ وهل تؤثر هذه؟ شو لها أبعاد على المجتمع؟ يعني أكيد هلا يعني بال يعني هي تؤثر وجهة نظري أكثر على طريقة التواصل. طريقة التواصل. نعم. واللي ممكن ننتج عنها يعني إحنا على سبيل المثال كنا قبل كورونا في عنا عادات الناس تقبل بعضها وكذا وإلى آخره. هذه مثلا توقفت معكم الحميمية طبعا يعني بال يعني وحقيقة انه يعني محير الناس كثير انه يعني انت كيف بدك تعبر عن قربك للشخص. نعم يعني طيب صار في فطريقة التواصل تغيرت، لكن انا بعتقد يعني المحبة مش فقط مبنية على طريقة التواصل انما هي بطبيعة العلاقة نعم. العلاقات نعم. اللي موجودة يعني انه 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 تحب الناس وتكون ودود ومعهم اكيد تحتاج الى تواصل. فما في شك انه خليني اقول يعني المحبه الظاهريه مرات كثير في عندنا احنا مظاهر قد لا تكون صادقه مظاهريه يعني الضغط الاجتماعي. نعم نعم نعم. انا بعتقد هذا انتهائها كان يعني شيء ايجابي يعني للناس ما في شك. ايوه يعني لكن اذا التواصل يعني حقيقي ومبني على علاقات وما بتاثر على وجهه نظر الشخصيه، لكن المجاملات بتخف يعني انه المجاملات تاثر وهذا شيء حميد انه انت بتضطر تجامل مرات. بتعرف ابونا انت كمان يعني منخرط في هالحياه الاجتماعيه بجزء اكثر منا. العفو. يعني الناس بتحب تظهر عاطفتها يعني كثير وكم عشان بتعبط مرات في منه يعني في مناسبات اجتماعيه معينه مش حقيقي. يعني انه خلص يعني بتوقع منك تعمل هيك عرفت كيف؟ واذا ما عملت هيك انت ممكن تعطي انطباع انه انت يعني مش مفتاح مش مبسوط مش مفتاح او انه انت متكبر على الناس او انه انت نعم نعم يعني مش شايف. فانا بعتقد الناس صارت تتقبل فكرة انه يعني ان تكون لطيف و تبدي مودة محبة للناس مش بالضرورة يكون بهذه الاشارات التقليدية يعني الموجودة. فانا بعتقد انه طبعا المحبة ما يعني المحبة مش يعني هي مش شيء يعني إما موجود أو غير موجود يعني في درجات نعم نعم بحياتنا احنا في تدرج بهذا الموضوع. التواصل أنا يعني ممكن يكون مزعج على فكرة التواصل يعني فترة معينة إنه أنت مش قادر تتواصل بطريقة الحميمية المعتادة مع الناس القريبين عليك ممكن تكون مزعجة هاي. نعم. يعني أنا إلى حد ما نعم. هذه عم ترجع شوي شوي يعني نعم إن شاء الله بس إنه لا انا بعتقد يعني المحبه والصداقات يعني لو بتتغير السبل والطرق يعني ما بتروح من الناس ممكن تتقنن اكثر يصير في تقنين يعني في مجتمعاتنا احنا يعني ممكن يكون عندك علاقات واسعه جدا يعني الناس بسبب الطبيعه الاجتماعيه لكن العلاقات الحميميه بتكون اقل يعني الواقع الاجتماعي بالاردن يتاثر بالوضع السياسي يتأثر بموقعنا الجغرافي بتأثر حتى زي ما تفضلتم أوكرانيا طبعا يعني هي بعيدة يعني بس أصداء وتداعيات هذه الأزمة بتأثر علينا. والأردن في منطقة يعني منطقة مضطربة 100% وهذا يعني إلى أي مدى أنت بتحس أنه الأردن ظل متماسكا رغم تأثيرات المنطقة اللي هو فيها ويعني تفضلت انت وحكيت عن تطرف نعم واشتغلنا عليه الارهاب نعم. خطابات الكراهية تعصب الى اي مدى انت ترى يعني ان الاردن حافظ على تماسكه الاجتماعي وبنيته الاجتماعية في وجه هذه التهديدات؟ تمام يعني اول شيء يعني النقطة الاولى انه كما تفضلت ابونا الاستقرار عدم الاستقرار السياسي في المنطقة في مراحل معينة وبما فيها الإرهاب نعم. يعني رفع منسوب القلق عند الناس نعم. يعني ويعني أثاره هذه كانت محدودة يعني لحد ما لكن حقيقة إنه الأردن أبدأ صمود غير عادي استثنائي يعني أنت لما تطلع إنه يعني كل المناطق المحيطة فيك ليس فقط فيها عنف وإنما فيها حروب أهلية وفيها وانقطع عنك انت سبل للتواصل الاقتصادي يعني مثلا سوريا مثلا شرياننا كانت اقتصادي لاوروبا نعم. تركيا اوروبا لبنان العراق كمان كانت بالنسبه للاردن
تاريخيا علاقاتها الاقتصادية قوية جدا. نعم. يعني نعم. بالإضافة إلى زخم يعني الحجم الكبير من اللاجئين اللي الذين جاءوا على الأردن والأزمة الاقتصادية وكورونا. نعم. يعني كل هذه الأمور يعني أنا بعتقد إنه الأردن يعني أبدأ يعني حالة استثنائية من القدرة يعني على التكيف وعلى الصمود. وهذا شو السبب؟ شو اللي يساعده؟ شو اللي يساعد هذه الحالة على تحقيق هذا هذا الاستثناء؟ يعني أنا لابد أن أشير إنه طبيعة النظام السياسي في الأردن. نعم. يختلف عن يعني يعني أغلب الأنظمة الموجودة. هذا النظام يعني بينه وبين الشعب عقد اجتماعي. نعم. في استقرار في هذه العلاقة. لا يوجد تحدي يعني لهذه العلاقة للمشروعية وكل هذه الأمور. هذا شيء يعني مسلم فيه. هذا نعم. ما لا يناقش. نعم. هلا في كثير من الأنظمة العربية اللي حوالينا مشروعيتها كانت تحت المساءلة. نعم. فهذا طبعا هذا يعطي يعني راحة بالعلاقة بين الحاكمين محكومة. نعم. نعم. الاستقرار. الدولة الأردنية كمان معروف أنه دولة يعني عندها حس أمني عالي جدا. نعم. عندها أن أجهزة أمنية على كفاية درجة عالية من الكفاية. وبالتالي يعني هذا الجانب اللي كان ممكن يأثر سلبا من الخارج أو حتى مرات من الداخل كان يعني مضبوط بسبب يعني الكفاءة الاستثنائية اللي موجودة عند وأيضا المواطن. أقول أنا المواطن كمان إحنا الأردن شعب عنده عمق يعني في نظرته للأمور على وجهة نظري وأيضا عنده صبر وعنده حكمة يعني كمان فطنة وحكمة أيضا لأنه ما بنجر وراء العواطف. يعني احنا لو نجر من عندنا ناس احنا الاردنيين يعني لا ينجروا وراء يعني خلف يعني يعني هالتيارات اللي طلعت الدنيا والى اخره. فانا بعتقد هي خليط يعني مزيج بين يعني الدوله واجهزتها الامنيه وايضا الشعب. يعني هذول بدي اعطيك مثل بسيط ابونا. كنا احنا بالمركز الدراسات الاستراتيجيه كنا بنعمل استطلاعات الموجوده عندنا مرات يكون في عندنا اسئله على الإرهاب أو التطرف أسئلة المواطنين بيسألوا المواطنين عاديين. المواطنين بيروحوا ببلغوا الأجهزة الأمنية في ناس في حدا تصدق في حدا عم بيسأل مع أنه معرفين حالهم من وين عم بيسألوا عن أسئلة عن هذا الموضوع وهذا الموضوع وبيحكوا معنا يعني بس يعرفوا مين إحنا مين أنت الموضوع. هذا يعني في يعني في هذا خلنا نسميه الفطنة والحرص انتباه والانتباه والحرص على الوطن. نعم نعم. يعني يعني كل مواطن هو بجوز يكون عسكري. نعم. في موقع حتى المدني يعني. نعم. وفي هذا يعني الثقه المطلقه في يعني في الاجهزه الامنيه عندنا او الجيش كل هذه الامور وال ايضا الوقوف خلف هذه المؤسسات يعني احنا. نعم. فانا بعتقد هي مزيج من يعني حكمه القياده طبيعه العلاقه بين يعني الدوله والناس الاجهزه والحكومه حتى الحكومات. يعني كنا احنا يعني نستذكر انه يعني بكل الدمار اللي حصل علينا لوح زجاج ما تكسر عنا بالأردن. آه. نمزح يعني مبارك. فهذا طبعا هذا شيء يعني رصيد حقيقة للأردن وللدولة والمجتمع يعني والأجهزة سيدي المحتفظة. عندما نتحدث عن التعافي يعني العودة إلى وضع العافية الاجتماعية. نعم. والاقتصادية احنا عم نتعافى تدريجيا وهذا واضح. أثناء الجائحة هل رصدتم أو كيف ترصدون يعني ردة فعل الأفراد والجماعات إلى الذين يحتاجون للمساعدة؟ يعني لأنه بدي أسألك كمان سؤال شو على الاقتصاد. أيوة بس بدي أكون سريع لأنه بيأشرولنا الشباب. نعم. لا بسبب عجالة يعني حقيقة الجائحة ضغطت على الناس. يعني المجتمع الأردني مجتمع. نعم. متراحم ومتكافل يعني سواء على المستوى الأسري والمستوى الاجتماعي. نعم. وأيضا هناك مؤسسات يعني خير الله مثلا مؤسسات دينية مسيحية وإسلامية واجتماعية وتطوعية اللي فعلا هبت لمساعدة. صحيح. يعني ما في شك بهذا. نعم. الموضوع. نعم. لكن على المستوى العائلات وشي عملت ضغط على الموضوع بالرغم من ذلك لا الناس تشارك مصادرها مع بعضها البعض يعني خاصة بالأغرب. أنا بعتقد الـ يعني هذا الجانب يعني كان مهم كثير في تجاوز الأزمة يعني. نعم. التراحم الاجتماعي مع أنه صار في ضغوطات على الموضوع
لم نعرف كمان الشركات يعني القطاع الخاص صحيح. الجمعيات كلها نشرت بهذا الموضوع توجهت إلى العمل الخيري يعني حتى نسد حاجات الناس المقارنة. الآن عم نحكي عن تعافي في هذا الوقت. إحنا في عنا موسم الصوم الأربعيني المقدس وأنا بدي أخذك الآن لمنطقتي لمنطقة المنطقة الإيمان وأنت وأنت رجل مؤمن وعالم اجتماع وبعدين يعني إخوتنا المسلمون يستعدون وسيتعانق يعني الصوم الأربعيني مع صوم رمضان كيف تصفون يعني وسيلة لنا لنعزز هذا التعافي في مجتمعنا في هذه المواسم خاصة لأنه نحن نحكي الصوم صوم وصلاة وصدقات يعني هذا الموسم يعني الصوم والصلاة ومفهومه وعندنا وعند أخواننا يعني المسلمين هو كمان يعني فرصة يعني للتأمل وفرصة لإذلال الذات النفس وفرصة أيضا للتكافل. فأنا بعتقد أنه هاي المناسبات الصوم والأعياد ورمضان فرصة يعني للتكافل. بنأمل أنه إحنا يعني أنه كمان هذا المسألة تتعزز لأن في ظل الحاجات يعني اللي يعني معاناة الناس الموجودة أنه الناس تتراحم أكثر مع بعض تتكافل أكثر مع بعض تشارك يعني مع بعض في هذا الموضوع. أنا يعني طبعاً إنه هذا مش أول مرة بصير فيه تداخل بين يعني الموسمين وهذا شيء يعني رائع. ويعني إحنا بالمجتمع الأردني وأنت يعني أكثر من يستطيع أن يتكلم على العيش المشترك والتعايش يعني إحنا هذا الموضوع يجمعنا ولا يفرقنا. الأردن نحن في هذه في هذا المكان المبارك نحن في كنيسة عتيقة تحمل عبق التاريخ. ما هي الرسالة التي تقدمها أنت لمشاهدينا متابعينا وما ماذا تقول لهم عن هذا التعافي وكيف ترونه وتأملون به؟ يعني أنت هون يعني بدي أحكي بشغلتين لأنه العمق التاريخي هذا طبعا يعني هذا مؤشر على أنه يعني المسيحية في العالم العربي وفي الأردن هي ممتدة إلى جذورها تمتد إلى تاريخ طويل ونحن يعني أصلاء يعني في هذه البلاد ونحن أيضا نعتز بعروبتنا وبشراكتنا مع أخواننا المسلمين هذا هذه العروبة وهذا التاريخ وهذا العيش المشترك وإحنا موجودين يعني بيزب على بعد 200-300 متر في جامع يعني مظبوط صحيح. فبالتالي احنا هذا الموضوع ليس موضوع تفرقة يعني في الأردن بالرغم من يعني خلينا نسميه الظروف الصعبة اللي مر فيها يعني العديد من المسيحيين في مناطق الجوار والهجرة المسيحية يعني كنا بنعرف عنها إلا أنه يعني احنا بالأردن يعني هذا جذورنا ضاربة في التاريخ وستبقى إن شاء الله. نعم. هلا موضوع التعافي أبونا يعني كمان بس التحدي الأكبر الآن هو التعافي الاقتصادي نعم. على المستوى العام نعم. مش بس على مستوى الأفراد لأنه كما أشرت إنه إحنا بدأنا نتعافى من الناحية الصحية والاجتماعية والآخري لكن التحديات الاقتصادية موجودة نعم. الأزمة الاقتصادية العالمية موجودة الآن أزمة أوكرانيا روسيا تفاقم من هذه الأزمة ف يعني صحة المجتمع ترتبط أحيانا كثير بصحة الاقتصاد نعم. وبالتالي يعني كل ما كان الاقتصاد يعني بوفر فرص عمل للناس دخول جيدة كثير من المسائل ممكن تنحل. فاللي بدي أقوله أنه لا زالت يعني مسألة التعافي متأثرة بسوء الأحوال الاقتصادية بشكل عام. دكتور الحديث معك لا يمل وأنت يعني هذا غيض من فيضكم ربنا يباركك ويعطيك العافية. نشكرك على تلبية دعوتنا ونحن نتحدث عن التعافي يعني التعافي الاجتماعي والاقتصادي. التعافي هو العودة إلى العافية الصحة السليمة التامة وهذه الصحة نتمناها لجميع متابعينا لكم أحبتنا. والتعافي والعافية هي أيضا حاجة روحية
نحن بحاجة في هذه المواسم الطيبة المباركة أن نتذكر أن تعافينا مطلوب روحيا في هذه المواسم، وخير تعاف نعمل عليه ومن أجله هو من خلال أدواتنا. أولا أن نؤنسن أوضاعنا، أن نؤنسن حركتنا، أن نؤنسن حياتنا بأن نكون قريبين من الآخر. عندما نصوم فنحن نصوم لله تعالى، ولا صوم بدون صلاة، هناك صلاة، لكن الصوم هو الامتناع عن الطعام إكراما لله تعالى. والصوم والصلاة لا يمكن أن يكونا كافيين إذا لم يقترنا بفعل الصدقة. الصدقة نحن نساعد إخوتنا على التعافي، نساعد أحبتنا المحتاجين، افعلوا هذا بإخوتي هؤلاء الصغار. نسأل لكم العافية ونسأل لكم الخير في هذا المساء. أجدد شكري الجزيل لعطوفتك على وجودي معك أبونا اليوم. شكرا يا سيدي. مستوى الشخصي وحديثا في هذا الله البرنامج. الله يبارك فيك، ربنا يبارك فيك. وأنا بدي أشكرك على الحوار الحر يعني. الله طبعا يعني طبعا إحنا سعدنا بكم. أجدد شكري لك عطوفة الدكتور الأستاذ الدكتور موسى شتيوي الذي كان ضيفا، وهو العزيز وصاحب البيت عندنا. نقول له شكرا، وشكرا لكم على المتابعة، شكرا لنور سات الفضائية، شكرا لنور سات الأردن، وهذا عين على المشرق. وأنا أجدد لكم الشكر، إلى لقاء في الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين تبقون بعافية نحو التعافي التام. أمين. شكرا. شكرا سيدي. شكرا.